صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس تي زد، دائما مع جديد ودائما مع الوصفات السهله والبسيطه. اليوم ما راحش تكون وصفه طبيه او وصفه العنايه بالجسم او البشره، ولكن راح تكون وصفه سهله تنحي علينا حيره. وان بليس دو سا اني عارفه باللي مر رمضان حبينا كامل نخرجوا من هذيك الكوزينه نوقفوا فيها ماكسيموم 5 دقائق، يعني بزياده علينا هذاك الطياب الوقوف بزاف، بزياده علينا هذاك قلي منا طيب منا وجد منا رحيم منا. الوغ اليوم جبت لكم وصفه من اسهل ما يكون. اني عارفه بلي كامل توحشنا لي بات وكامل توحشنا سباغيتي وكلش، سورتو انا الدراري عندي يموتوا عليها، قلت علاش لا نتقاسم معكم هذه الوصفه سهله بالبزاف. راح نطيبوا فيها طبق سباغيتي، ولكن ما راحش نسلقوا لي بات، يعني ما راحش تكون على خطوتين او مرحلتين، يعني على ضربه في طنجره واحده راح كلش نرموه ونغلقوا عليها في 9 دقائق بالضبط. نحسبوها 9 دقائق، نطفوا النار ونجمعوا نستمتعوا بالاكلات تاعنا، ومنها ما نتعبوا ما نوسخوا بزاف معنا. راني عارفه كامل كرهنا من هذاك الوقوف. الوغ هنا واش نحتاج؟ عندي هنايا ربع صدر تاع الدجاج، يعني ماشي حاجه كبيره، ربع صدر تاع الدجاج. راح نقطعوا مكعبات صغيره جدا. راح ناخذ هنايا انا عندي هذه المقله هذه ما تلصقليش، وهي جينيرالمون اللي نطيب فيها هذه الحوايج. الا عندكم طنجره ولا عندكم حاجه ليسونسيال تكون ثقيله وما تلصقش، لان نحتاجوا نطيبوا في حاجه اللي ما تنشفناش المرقه تاعنا. الوغ راح نقطعهم، نوضع شويه زيت ونوضعهم قدامي. راكم تشوفوا مانيش حطتها على النار حتى نرمي كلش. عندي ايضا حبيبه بصل، ايضا راح نقطعها هكذا مكعبات هكذا، وراح نرميها مع راح نضيفها للدجاج. راح ناخذ ايضا فلفل هكذا حلو، ماذا بيا لو كان نوكل ولادنا وندخلوا لهم هاد الاكلات. انا يا هكذا ندخل لهم هاد الفلفل الكرام شوف لا حوايج اللي ما ياكلوهمش، زروديه الكورجيت هاد الصوالح كامل اللي ما ياكلوهمش مدخلتهم لهم في الحوايج اللي حبوهم. الوغ راح نقطعها ايضا الى مكعبات، وراح نهرس هنايا شويه نتاع الثوم، وراح نضيف هاد الاعشاب المنسمه. نعرفوا كامل بلي لي بات يحبوا الرند، الوغ راح نضيف اوراق تاع الرند، وراح نضيف ايضا عرش ولا وريقه صغيره تاع الزعتر هذا على جال الدجاج باش يطلق لي بنه هايله بالبزاف. وراح نحتاج ايضا مغرفه كبيره نتاع طماطم مصبره، ايضا راح نحتاج الى طماطم مرحيه تاعنا. انا حاطه فيديو كيفاش نبريبارو صلصه الطماطم، دوك نخليه لكم في صندوق الوصف. سورتو هاد لا بيريود نتاع الصيف الطماطم تكون ناقصه شويه في المرشي، جاب لي ربي راها ب 3000 هذيك اللي طايبه بالبزاف هذيك اللي نحتاجوها. الوغ هذيك نبروفيتو هاد لا بيريود ونجيبوها، والطريقه راني حاطتها في لا فيديو كيفاش نغلوها وكيفاش نوجدوا ديك الصلصه نحتفظوا بها في المجمد، ولو طون اللي نحتاجوها نجبدوها كيما هاد الوصفه. ايضا راح نحتاجوا لي زيبيس، دوك من بعد نوريهم لكم. الوغ هنايا بعد ما كملت كلش حطيته على ضربه، راح نوضعهم على النار، نار ناقصه كامل كامل كامل. النار هذه ما راحش نزيد لها خلاص، يعني راح تكون على ادنى درجه تاع النار. الوغ راح نوضعهم نخليهم يتقلاو على خاطرهم بلا ما نزيد لهم لي زيبيس، نخليهم كامل يتقلاو مليح 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 يدوب النت بعضاهم. من بعد راح نضيف لهم هنايا عندي مغرفه تاع ملح، عندي كركم، عندي فلفل اسود، وعندي زنجبيل. راح نضيفهم ايضا، وعندي فلفل احمر عكري. هنا تحبوا تضيفوه تحبوا ما تضيفوش، انا جوست باسكو ولادي يحبوا لاصوص تكون حمراء. الوغ راح نضيفهم هنايا بلا ما نقليها بزاف، وراح ناخذ نضيف ايضا المغرفه نتاع يعني ملعقه تكون مملوءه نتاع صلصه تاع طماطم المصبره، راح نضيفها ايضا وراح نخلطها تري تري بيان ونخليها هكذا تتجمر على مهيلها. من بعد راح نضيف الصلصه نتاع الطماطم نتاعي هاديه قيس هكذا غرفيه يعني قيس بول، راح نضيفها. هاد الطماطم انا عندي ديجا راهي متعطره،
راح نضيفها ايضا. وهنا يا راكو تشوفوا عندي هذه سباغيتيني ميغوسيت، يعني لا كويسون تاعها تاخذ 9 مينوت يعني 9 دقائق، الطياب تاعها ما ياخذش اكثر من 9 دقائق. الوغ راح هنا نضيفها هكذا كيما راها، راح نقسمها على 2 وراح نضيفها مباشره بلا ما نغليها، يعني كيما راها ما تخافيش عليها، ما راح تتعجن، ما راح تتلاصق، ما والو، فقط هكذا راح نضيفها هكذا ونسي باش ندخلها غير بالعقل. هنايا نفس البول اللي وضعت فيه لاصوص طوماط هو راح نضيفه الماء على حسب الحاجه، يعني قسمه تغطي لي فقط لاباط لي بات. من بعد راح راني منقص النار قلت لكم، راح نغطي عليها ومره مره نمشي نقلبها، يعني كل هكذا دقيقتين هكذا نقلبها، كل دقيقتين هكذا نقلبها. الا كانت الطنجره تاعكم تنشف الماء بقاو تزيدوا غير بشويه الماء، ماشي على ضربه وماشي بزاف، مانيش حابتها تغلي فيروا، يعني غير بشويه، يعني حابتها تطيب في لاصوص نتاع الدجاج. الوغ هكذا في ميم با 9 مينوت راح تكون واجده. شوفوا كيفاش تجي، راح تطيب لي بات، راح يطيبوا وراح يطلقوا هذاك النشا تاعهم، راح يطيبوا في النشا تاعهم، يعني كلش في بعضه، ما راح نضيعوا حتى فايده. هاكو تشوفوا كيفاش تجي، ما تتلاصق ما والو. الوغ انا هنايا راح نوضعها في الصحن مباشره، راح نضيف لها شويه فرماج غابي، هذه حاجه اختياريه، حبيتوا تضيفوها حبيتوا ما تضيفوهاش، لان ديجا بنتها هايله 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 بالبزاف. راني عارفه باللي ما راحش تزيدوا تعتمد هذيك الطريقه تاع تغلي لي بات وتعاودي ترجعيهم والماء تاعهم وزوج طناجور وغسل وعاود، أنا عارفة باللي هذه راح تكون تسلك بزاف بزاف في المطبخ. أيضا هنايا نون سيلمون تقدروا تستعملوا فقط سباغيتي، مي تقدروا تستعملوا أي نوع من المعجنات اللي تشتهوهم وتحبوهم، فقط شوفوا شوفوا المدة نتاع الطهي نتاعهم وعلى أساسها ضيفوا الماء. هذا ما كان ما راح كونتخيغ راح تاكل، راح تمص النكهات نتاع الراند نتاع الزعيطرة نتاع الجاج تاع لاصوص، ما تجيش حامضة باسكو هذاك الماء وهذاك النشا نتاعها هو اللي راح ينقص من قرصية الطماطم. ما تضيفوا لها حتى حاجة كيما حطيتها هكذا، شهيتكم في الجنة، نتمنى تجربوها. أنا هنا ما راحش نضيف لها قصبار ولا معدنوس لأن ولادي ما يحبوهاش، راح نمشي نستمتع أنا ولادي بهذا الطبسي هذا. إن شاء الله يا ربي تجربوها ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. إيه وما تنساوش تدعموني بالجيم وتدعموني بالاشتراك في القناة باش شاك فوا نجيب لكم وصفة جديدة. إلى اللقاء.